قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور والصلاة على محمد أنارت للقلب نور نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. بسم الله وصلاة وسلاما على مصطفى في مبدأ كل أمر ومنتهى. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى، حمدا طيبا ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى ورسوله إلى كافة الورى. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ومن علمنا إلى علمك، ومن إرادتنا إلى إرادتك، فأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. أما بعد، كنا قد توقفنا في المباحث الأصلية لابن البنا السرقسطي عند الكلام على آداب المريدين في الطعام والشراب والادخار والرزق وغير ذلك، وقلنا أنه من هذه الآداب تجنب طعام أهل الظلم والبغي والفساد. فكما كان في الماضي يقول أهل الظلم هم ملوك الجوري، الملوك الذين يحكمون بالاستبداد والجور والظلم، ملوك الجوري والعمال المضروب على أيديهم، وأهل البغي هم السراق والمحاربون وأهل الفساد من يتعامل بالربا وغير ذلك من المعاملات الفاسدة التي لا يتحاشى فيها صاحبها تجنب الحرام والشبهات. فأهل الطريق يتورعون عن أكل أهل الظلم لما فيه من شبهات ولما فيه من اعتقاد صلاح هؤلاء، فيجب زجرهم بعدم الأكل من طعامهم. وقد اضطرب العلماء، كلام الشيخ ابن عجيبة، وقد اضطرب العلماء في هدايا الملوك وإجازاتهم. مش شرط ان كل ملك يبقى ظالم، ومع ذلك الحكم بطبيعته فيه تجاوز. فقد اضطرب العلماء، يعني اختلفت أقوال العلماء في هدايا الملوك وإجازاتهم. أحيانا في الماضي كان الملوك يعني يعطي مبلغ من المال كنوع من الهدية أو الإجازة. اضطربت أقوال العلماء في هدايا الملوك وإجازاتهم، فمنهم من قبلها ومنهم من ردها. وقد ذكر الغزالي في الإحياء، الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، جماعة ممن قبلها، ذكر جماعة من العلماء قبلوا الهدايا وجماعة ممن ردها. فانظره إن شئت، يعني ارجع للغزالي في مواقف العلماء في هذا الشأن. وقوله بل أكلوا مما استبان حله، كلام الشيخ ابن البنا السرقسطي، وجنبوا طعام أهل الظلم والبغي والفساد خوف الإثم، بل أكلوا مما استبان حله غير الذي لا يعرفون أصله. فقوله بل أكلوا مما استبان حله، يعني أن القوم لا يأكلون إلا ما ظهر حله وتحققت إباحته. أهل الطريق لا يأكلون إلا الحلال البين، ما استبان حله وتحققت إباحته، ولا يأكلون مما لا يعرفون أصله هل هو حلال أو حرام. ولعل ذلك مع قيام الريبة والشك، يعني أحيانا طالما أنه لم يعرف حقيقة أو أصل هذا الطعام،
أنه حرام. فالأصل في الأمور الحل، فقد يكون قد تقوم الشك والريبة على احتمال أن يختلط هذا الطعام بشبهة، لكن طالما لم يتبين لك من حيث الأصل أنه حرام يبقى هو حلال في هذه الحالة. وقد استوفى الغزالي في الإحياء الكلام على الحلال والحرام فعليك به. الغزالي تحدث في هذه الأمور من حيث الأحكام الشرعية، ثم تحدث في أسرار هذه الأحكام، يعني تجاوز الكلام عن حد الشرع إلى الكلام عن إيه؟ عن الورع في هذه الأمور، ماذا يجب عليك تورعا فيما ثار فيه شك في الطعام أو الشراب. ثم ذكر الناظم بعض آداب الأكل فقال، اللي هو ابن البنا السرقسطي، ولم يكونوا كرهوا الكلام، دي صفحة 230 يا أولاد، ولم يكونوا كرهوا الكلام عليه لكن كرهوا الإرغام. يعني الكلام على الطعام من الأداب، يعني الكلام على الطعام حسن، لأن السكوت عليه يدل على الشره والنهمة. في الجماعة الخواجات الغرب والأمريكان برضو يا أستاذ ياسر، مش كده برضو ولا إيه؟ لما يجي يأكلهم فبيأكل في وقت طويل، يكون عنده عزومة بيأكل على وقت طويل، يتحدثون أثناء الطعام ويتوقفون أحيانا في الطعام وينظر في شيء يقراه ويرجع تاني يكمل، وبعدين يقوم يسمع شوية موسيقى ويرقص. مش معنى كده ان احنا يعني هنرقص على الطعام، يعني انا اقصد اقول انهم في الطعام يأكلون يعني على مراحل. بالنسبة لنا في الاداب بتاعتنا عندنا ذوق برضو في الاكل، ففي الطعام الكلام على الطعام حسن، فلأن السكوت عليه يدل على الشره والنهمة، يعني الشره والإنسان عنده نهم في الأكل يعني. ويستحب أن يكون بعلم أو بحكايات الصالحين، يعني الكلام على الطعام يكون بإيه؟ يعني إما نتكلم في العلم، في الدين، في حكايات الصالحين. ويكون الكلام بعد بلع الطعام لا في حال مضغه، مفهوم طبعا، لأنه ربما طبعا يخرج من الفم شيء طبعا يؤذي غيرك يعني. وقد ذكر بعض المشايخ أنه استحب أن يسمي عند كل لقمة ويحمد عند ابتلاعها، ده في الطريق. ده احنا ساعات نبقى جعانين نبدأ ناكل كده حتى من غير ما نسمي خالص، لما تفتكر قول بسم الله أوله وآخره. لكن بعض المشايخ لأنه متيقظ دائما، لو تتذكروا قلنا النية بالنسبة للطريق للسالكين، النية أهم شيء، أن تتيقظ لنيتك في كل لحظة، ألا تغفل عن نيتك أبدا. فأنت وأنت مقدم على الطعام تذكر بالنية نيتك أنك تأكل لكي تتقوى بهذا الطعام على عبادة الله تعالى، أنك تأكل لكي تحمد الله وتشكره على ما أعطاك من نعمة من غير حول منك ولا قوة. أنت تأكل ونيتك متيقظة أنك تشكر الله سبحانه وتعالى على أن جعل لك مذاقا تذوق به الطعام، فغيرك ربما حرم من هذه النعمة. تأكل وتتذكر وأنت تأكل ونيتك متيقظة أنك وأنت تأكل أعطاك الله سبحانه وتعالى القدرة على هضم هذا الطعام، وأنك تستفيد من هذا الطعام، في حين أن غيرك
محروم من هذا الطعام لأنه لا يستطيع الهضم ولا يستطيع القدرة على مثل هذا الطعام، سواء لمرض أو لقلة ذات اليد أو غير ذلك. فإذا كيف تتيقظ؟ هنا بعض المشايخ ذهب إلى أنه أن تسمي الله وتحمده مع كل لقمة، وليس في بداية الطعام ولا في نهايته فقط، وإنما مع كل لقمة تشكر الله، تسمي الله سبحانه وتعالى وتحمده على ما أعطاك. قال ابن الحاج فقيه مالكي وصوفي، وله كتاب اسمه المدخل. المدخل لابن الحاج في المغرب، بلاد المغرب العربي، كالإحياء عند أهل المشرق، وإن كان الإحياء عند المشرق والمغرب، ولكن يعني بيعتبروا ابن الحاج المدخل ده زيه كده زي الإحياء يعني. قال ابن الحاج وهذا أمر حسن لكن السنة لم ترد به، اللي هو التسمية مع كل لقمة، هذا حسن ولكن السنة لم ترد به، وهي أحسن من كل ما سواها. فلم يكن القوم يكرهون الكلام في حال الطعام، ولكن كانوا يكرهون الإرغام أي التحتم على الإخوان في الأكل. يا شيخ والله لن تواكل وتحتم يعني، ها؟ أو يحلف له بالطلاق لتاكل. طب وده ينفع؟ ها؟ وإن كان طبعا أنك تعزم بقوة ده أمر مستحب يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعزم على ضيفه ويثني عليه ويثلث في أن يأكل، حتى قال في مرة لا، قال رجل في مرة لا، لم أعد أجد لها مسلكا يا رسول الله، خلاص أنا أكلت مش لاقي مسلك خالص يعني، فتركه. ف يعني أن تعزم أمر مستحب، لكن ترغمه يعني بيمين أو غير ذلك ليس هذا مستحب، لأن المفترض، ليه بقول هذا في أهل الطريق؟ لأن المفترض أن الطريق يقوم على عدم التكلف، يعني على عدم التصنع، على عدم الافتعال، بل هو يقوم على أن تكون طبيعيا في كل شيء، أن تتعامل ببساطة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما أنا من المتكلفين. جعان بسم الله تتقدم للطعام. أقول لك اتفضل تعال غدا معايا، اتفضل، بس إيه اللي بخليك تمتنع عشان أروح أعمل لك سفرة وهتكلف؟ ما هو ده برضو مش كويس تكلف، والله الموجود هو ده الإسلام الحقيقي، ألا يكون هناك تكلف. لماذا نتكلف فتحول الأمر إلى عكسه؟ أنا بقول لك اتفضل، القضية مش في الإيه؟ مش في الطعام في ذاته، لكن في بركة اللقاء، في بركة الأخوة، في السر في الطعام، لأن للطعام سر. الفلاحين عندنا والناس الغلابة يقول لك يا ابني بصلة المحب خروف، يبقى القضية مش في الإيه؟ مش في الطعام في ذاته. فالتكلف والمبالغة في الطعام يؤدي إلى عكس الغرض من الألفة ومن المحبة ومن الاستفادة بسر اللقاء وسر الطعام. يقول مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني: فتشت في الأمور كلها فلم أجد خيرا من الطعام، من الإطعام فلزمته. أنا فتشت في كل أعمال البر والخير ما وجدتش أحسن من إيه؟ من إطعام الطعام، فلزمت الحكاية دي. في سر في الطعام، ليه؟ في القرآن: وإطعام في يوم إيه؟
الذين ايه في حد فكان يطعمون ايه الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. وفي الاحاديث يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، ايش معنى؟ وفي القران وهو الذي يطعم ولا يطعم، ليه الطعام؟ في سر في الطعام، ليس في الطعام في ذاته كشيء حسي. ليه؟ تجد أمثلة كثيرة في الطعام لها مغزى ولها معنى. في أحد المرات كنا في عمرة مع مولانا الشيخ محمد زكي إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، وفي رمضان وفي المسجد النبوي قاعدين، وهم بيجوا في المسجد النبوي كده قبل المغرب شوية يفرش ويحط تمر وحاجات زي كده وشوية قهوة وما عرفش ايه. اول مغرب ما يدن الناس تأكل، فأذن المغرب، فالمفروض احنا في الطريق والشيخ قاعد، فاحنا لا طبعا الناس صايمة وجعان، فالمفروض تنتظر من الآداب وتنتظر حتى يبدأ الشيخ يسمي ثم يبدأ في الطعام نقوم ناكل احنا. فاحنا بقى متحفزين وصايمين فمستنيين، فقام الشيخ انتظر قليلا وأراد أن يلفت نظرنا لشيء مهم، فانتظر قليلا، فاحنا عدنا مستنيين وبصله، فقال ايه؟ شوفوا يا اولاد انظروا. فبصينا المسجد النبوي متسع، شوف يجي حوالي 1,000,000 واحد قاعدين بياكلوا، ولا اكثر من 1,000,000، يعني ما اعرفش المسجد ياخد قد ايه يعني. فقال هل رايتم مائده بهذا الاتساع في الدنيا كلها؟ هل رايتم مائده بهذا الاتساع في الدنيا كلها؟ طيب هل رأيتم هذه المحبة بأن يجلس هذا العدد الضخم من الناس يأكل ثم ينتهي من الطعام في أقل من 5 دقائق، ثم يقوم بنظام في لم كل هذا وركنه، ثم تقام الصلاة بهذا النظام؟ لأن إيه؟ في محبة. المشكلة مش في الأكل، التمرة دي محبة، والمحبة دي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة دي من الله عز وجل. فهنا الإطعام بالمحبة ده هو بينقل إليك المحبة دي، اللقمة دي فيها محبة. تجد الناس في المسجد النبوي يتخانق عشان يقعدك على المكان اللي هو فرشه عشان يأكل فيه، يتخانقوا مع بعض في المسجد، اللي جاي جايب حاجة وفرشها يقوم يشدك يستناك من بعيد، لا تعالى يا شيخ اقعد هنا، لا تعالى يا شيخ اقعد عندي هنا، بيتخانق عاوز يقعدك. ليه؟ البلحة اللي بيديها لك ديت هي في الحقيقة فيها محبة، تنطوي على المحبة. عشان كده حتى تلاقي عندهم مثل بلدي في الفلاحين عندنا، اقول لك من كل عيش اليهود يضرب بسيفه. الطعام ده ولذلك له سر في كل الدنيا. اي حد في اوروبا يقول لك انا عاوز اعزمك، عاوز اعزمك. الناس عندك هنا يقول لك عيش وملح. إذن الطعام له سر، فبالتالي المحافظة على هذا السر مهم. فلما نتكلف في الإطعام، نعم من الكرم أنك تقدم كل ما عندك، يعني من آداب الضيافة أن إذا جاءك أحد أخرج كل ما عندك من طعام، من الكرم. ولكن أن تتكلف بحيث يبقى كأن ما جعزمك يبقى عبء، مش من التكلف، ليس من التصوف وليس من الإسلام في شيء. فالكثير من عاداتنا وتقاليدنا
تنقلب إلى تكلف، هذا التكلف يؤدي إلى ضد أو عكس ما هو مقصود من الأمر، فيقوم هعزمه فهضطر إن أنا أعمل بقى أكل وأعمل سفرة وأعمل شغلانة كبيرة، وما أنا فاضي ولا هو فاضي، أقوم أكسل. أو أنا أعزمك تقول أنت تخشى إن أنا أتكلف، تقوم تقول لا معلش مش جاي. ليه؟ لأن في تكلف في التعامل فيؤدي إلى عكس المقصود من الأمر. لما في ذلك من التكلف المنهي عنه، بل الأدب في ذلك تركه يفعل ما يشاء، وقد يكون قولك له كان كل قولك له كل سببا في رفع يده حياء. فالواجب على صاحب الطعام أن يدفع الطعام ويقرب لهم الماء، يعني ما تتكلفش في العزومة عليه، يقول له بقى كان في يعني ما تسجلهاش دي يا شيخ عبد الرحمن. واحد مسلم وعازم واحد يهودي، واحد يهودي عازم واحد مسلم، فاليهودي بيقول له كل، قال له انا باكل الحمد لله اكلت اهو، قال له كل النحمه كتير، قال له ما انا اكلت حته، قال له لا انت كنت اتنين. فاقول لك ربما لما تتكلف في يعني انك عشان للطعام، فربما هذا يجعله يتحرج من ان يكمل طعامه. يعني قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة.